سيادنا صباح الخير عليكم من عاصمة الأردن أمان. يلا شوية دي فقط ناس تقريبا شي 3 سوايع كاك ولا 4 سوايع ما باقي في العيا، ولكن ماشي مشكل، خاصة نستفدو من النهار نخرجو نشوفو المدينة كي دايرة. ف الجو بان ليا ما تيبشرش بالخير. جاي من السويد هلكاتنا تما الشتا وديما مغيم الجو، جيت لهنا تبعني الشتا عاوتاني. ها انتوما شوف الجو كي داير، عاجل نوريكم هنايا حالة الطقس. هانتوما شوف الجو كي داير، بالي الشتا غادي يطيح. يلا قلنا نهربوا شويه من الجو ديال الشتا والبرد في السويد. ساعة جيت لهنايا بالي الطقس كان مخبى حتى هو في الطياره وجا معنا. يلا البس نخرجوا نشوفوا شنو غنديروا. اول حاجه خاصني نشوف بلي شي محلات قرب من هنايا وواحد المولات، نشوف واحد لاكارت ديال الانترنت حيت خاصني ضروري الانترنت برا. واحد شويه ونخرجوا جميعا ونشوفوا شنو كاين. يلا تشاو. السلام يا اخوان، لقيتوني يلاه فطرت. فالجو الشتا طاح هنايا في عمان كيف تشوفوا الجو قضيه عندهم زحمه كيف تيقولوا الزحام. بان ليا غادي نمشي للمدينه حيت بعيد شويه على سونتر فيل ديالهم، غادي ناخذ اوبر ونمشي حيت بان ليا اوبر رخيص. يلا 2 دينار عمانيه تقريبا هي 2 دولار، فناخذ اوبر ونمشيو. نمشي اول حاجه نبدا بالمدرج اليوناني. اوكي راه الطوموبيل حمر. السلام عليكم. اخوان انا متجه لوسط المدينه المدرج الروماني، والاخ شو الاسم ديالك؟ ويليام فريحات. الاخ هو اللي يوصلنا ان شاء الله للمدرج الروماني. فكنت نسمع على الناس ديال عمان من اطيب الناس هنايا، فهادشي اللي لمسته هنايا حيت وصلت. الاخ شو تقدر تقول للشعب المغربي؟ يعني هي لكم على الحياة، فشو تعمل عندنا أنا مش عارف. باش تقطع مصيبه
خاص ضروري تدير الفوضى باش تقطع هنا. سيدي يلا وصلنا للمدرج الروماني كيف تشوفوه هو مورايا فالدخله دايرينها بالفلوس انا ماشي بيا شي حاجه مهمه تشوفوا كلشي تشوفوا من هنايا ما كاين لاش غنخلصوا هذا الدخله كلشي باين من هنا كيف شفتوا الجو هنا اليوم فتح الشق فكرقصاتنا شويه ما خلاتنيش نتمشى على خاطري الشق حتى الارض شويه مكرصه كما كتشوفوا السبوت ديالي راه فزك اما النظر هاد الويكند بان ليا كامل طيح فيه الشق يلا نشوفكم واحد شويه غنمشي نشوف شي بلاصه جديده حيت ما عنديش الوقت يلا نشوفو من بعد كيف شفتوا الجو كانت الشتا بزاف الشتا مجهدة ما خرجش معايا الكاميرا حيت كنت خرجتها قبل لقيت مشكل ديال الشتا طاح بزاف تكرفص ليا الكاميرا و الى دخلت الى دخل الماء راه غادي ما غاديش تبقى تخدم الكاميرا من بعد صافي داكشي علاش ما ديتهاش الشتا لحد الان زعما بغات توقف باش شوف الزهر جينا لهنا قلنا نشوفو الشميشة ونستمتعو بالشميشة ديال الأردن ولكن لقينا الجو مكفس ما عندنا ما نعملو ماشي مشكل مهم مشينا كلينا الأكل واحد الأكل زوون هنايا عندهم واحد اللعيبة تيسميوها الكنافة حلوة هادي كلينا من بعد واحد الماكلة ديال العراقيين فيها غي الشوا والمشاوي كيف تيسميوها ف الانطباع الاول على الاردن والسكان ديالها في النهار الاول هنايا اللي دوزتو معاهم الناس ظريفين الله يعمرها دار واحد الحاجه لقيتها زايده هنايا ما كايناش عندنا صراحه في المغرب هو من الناحيه الامنيه ما كاينش حنا في المغرب كاين داك المشكل ديال الكريساج وهنا هاد القضيه هادي كنت سولت عليها قبل ما نجي من السويد سولت واحد السيد ساكن تما هو اردني قلت له ها اللي عندنا حنايا في المغرب هاد المشكل هذا شويه تيخليش الواحد يتسارى في خاطرو بالخصوص الا عندك كاميرا كبيره ولا شي حاجه بحال هكا غيبقاو تابعينك حتى
تكرفصوا عليك شي بلاصه خاويه. فقال لي لا احنا ما عندناش هذا المشكل هذا. قال لي خلي الباب محلول ما كاينش اللي يدخل عندك، واخا ماشي 100% ولكن على الاقل هما ما تيحسوش بهذا المشكل هذا بحال كيف كاين عندنا في المغرب. فهاد القضيه هذه لمستها، دزت الزناقي اللي هما تيبانوك خاويين وتقدر تشك فيهم ولا شي حاجه، عادي دي كاميرا كبيره وغادي مرتاح. هاد القضيه هذه كيف تيقولوا نقطه تحسب لهاد البلاد هذه. و الحاجه السلبيه هو ان عندهم مشكل شويه في الطرقان، طوموبيلات كثار لومبوطياج عندهم النهار كامل ماشي يعرفوش، وعندهم لغه التواصل ديال الطوموبيلات هي الكلاكسون. الطريق كامله كلاكسون، حتى تكون تتمشى في الطروطوار وتيكلاكسون عليك الطاكسيات والباصات باش واش باغي تركب تمشي معاهم لا. المهم كل شعب وثقافة ديالو ماشي مشكل، هما مرتاحين في هاد اللعيبة هادي. الله يعاونهم. شنو اخر يا سيدي شفنا اليوم هنايا؟ المهم كاين لانيماسيون تدخل المطاعم تتحس الحياة، تتحس ب الناس تتحرك والحيويه والنشاط وما كاينش داك الملل. قالوا لي واخا توصل ثلاثه د الليل تتمشي تلقى المطاعم مفتوحين والناس ياكلوا والدنيا عامره، حيت هما هنا مولفين بحال هكا في الجو ديال الصيف تيبقاو الناس سهرانين ما تينوضوش علاش، عاد تيبدا عندهم وملل هما عاد فين تيخرجوا بزاف. شنو اخر؟ دخلنا لواحد المطعم كاينه بلاصه خاصه غير ديال العائلات اللي تيكونوا معاهم الرجال مع عيالاتهم والبنات ديال ولا الاولاد ديالهم، واللي ما مزوجش راه كاينه بلاصه، واحد البلاصه عاديه غير الناس الرجال بوحدهم. شنو اخر يا سيدي نقدروا نقولوا؟ شنا هذا النهار الاول صافي، مشيت كيف شفتو مشيت الى المدرج الروماني باش حيت هو جي في وسط المدينه باش نشوف المدينه ديالهم كي دايره. كاينين شي حوايج اخرين عاودوا لي عليهم نشوفهم، ولكن الجو تي مكرفص ما متحملش راس كاع تمشى، وحتى العيا باقي فيا لحد الان مازال ما ناعس. الليل كامل دوزتو غير في الطريق في المطارات، باقي في الوجه ديالي تنحس براسي مكرفص. باقي لي هاد العشيه هادي نجلس نرتاح شويه، هادي 10:30 ديال الليل الناس ومرتاح. الغد لي يدير مع واحد السيد تنعرفو غادي يمشي انا وياه للبحر الميت، واخا الجو الشاع عاوتاني تطيح غدا وبعدو حتى نمشي بحالي انا عاد تخرج الشميشه. قالك هذا هو الجو ديال انا التليفون خليته، هذا هو الجو حاليا اللي كاين في هاد الوقيته هادي فاش جيت انايا. جو مريض للاسف، لكن ماشي مشكل نمشيو نشوفو في البحر الميت غدا، نشوف الى لقيت الامكانيه نعوم فيه نجرب، ضروري خصني نجرب العومه فيه حيت واخا تكون تطيح الشا ضروري خصني نعوم. نشوفو الى لقينا، بغيت نمشي لواحد الجسر تيحد بين فلسطين والاردن، ومنو منا شي يدخلوا الفلسطينيين وتيخرجوا، غادي يمشيو ليه ان شاء الله يا صافي ونطلع على الحدود ديال فلسطين. حيت شويه الشعور في شكل اول مره تجي لهاد المنطقه هذه ديال الشرق الاوسط، تنطلع على الخريطه ديال التليفون تيبان لي واحد الشعور شي شكل، انك تشوف قريب القدس قريب لدمشق قريب شويه فشي شكل. انا كنت متعود تنشوف هاد الخريطه هادي في التلفازه ولا، فانك تتحس بهم هما حداك هنايا راه تقدر توصلهم، ولكن للاسف كاين مشاكل في الحدود وهادي داكشي علاش. صافي هادشي اللي نقدر ندير غدا. كنت باغي نمشي صراحه لبطرة، عاودوا لي الناس كاع اللي تلاقيتهم اليوم تيقول لي ما تمشيش حيت بعيده بشي 5 ديال السوايع من هنايا، يعني 5 السوايع وتوصل، وعاد خاصك باش تدور فيها بين موقع وموقع في البتراء تلقى ساعة ديال المشي ولا ساعتين، وعاد ترجع عاوتاني 5 ديال السوايع. و
هادشي ماشي مشكل، ولكن اللي نصحوني قال لي ما تمشيش حيت هاد الثلاث ايام هادي طاحت الشمس هذا بزاف عندهم، ما متعودينش طاح عندهم الشتا بزاف. ف قال لي كاينين سيول بزاف وهادي في الطريق، يقدر الواحد يسافر ولا شي حاجه ما يرجعش يلقى راسو الطريق تحبسات ولا يقدر يوقع شي مشكل. فقلنا يمكن بناقص من البتراء، وخا صراحه اللي جا الاردن خاصو يمشي للبتراء حيت من عجائب الدنيا السبع. ايوا نشوفوا شنو نديروا من بعد. هذا مكان راني عيان، يلا نخليكم بحر، يلا نرتاح شويه ونشوفوا نهار اخر في عمان كيدوز. يلا نشوفكم فيديو اخر غدا ان شاء الله. غادي نمشيو نتساروا نمشيو للبحر الميت. يلا تهلاو لي فراسكم، شكرا على المتابعه، نشوفكم بعد. تشاو.